بكم في حلقة جديدة بعنوان النفايات الصناعية. المغرب في السنوات الأخيرة حاول تصدي النفايات الصناعية عبر صن قوانين وإصدار مراسيم. 1.5 مليون طن سنوياً هو حجم هذه النفايات، منها 256 ألف طن كتعتبر خطيرة، رقم مهول كيهدد صحة الإنسان والبيئة. النفايات الصناعية إلا ما تمتش معالجتها وتدبير التخلص منها بطرق سليمة كتأدي لتلوث البيئة، خاصة في المدن اللي كتعرف حركة صناعية كبيرة. بعض الوحدات الصناعية كترمي نفاياتها في شبكات الصرف الصحي بدون ما توضع مصفات أولية داخلية لعزل بعض النفايات الصناعية الصلبة والزيوت الخطيرة اللي كتمس التربة والفرشة المائية بشكل مباشر. النفايات الصناعية فيها جوج الأنواع، إما نفايات غير خطرة بحال البلاستيك والورق، أو نفايات خطرة بحال زيوت المحركات والمواد الكيماوية. هاد النفايات خصنا نتخلصوا منها بطرق معقلانة، بحيث أن أرباب المصانع كيخصهم يفرزوها ما بين خطرة وغير خطرة، والعادي خصهم يسلموها للوحدات المرخص لها من طرف الوزارة. شنو هي التدابير المتخذة للتخلص من هاد النفايات الصناعية؟ التخلص من هذه النفايات الصناعية بطرق معقلانة وقانونية، كنلزم القانون على أرباب المصانع باش يسلموا هذه النفايات للناس اللي مرخص لهم من الوزارة، واللي كيسلموها بدورهم لوحدات التموين المرخص لها أيضا. وفي هذا الإطار وتنظيم هذه العملية كتقوم الوزارة بشراكة مع القطاع الخاص من أجل التثمين والفرز النفايات. وما نساوش البيئة منبع الحياة وأمل المستقبل، نحافظوا عليها جميعا.